طيب احنا كنا مين اللي بنحل يعني كتبنا الكي كي تي كونديشن البرايمال والدول وصلنا للايه للنون لينير فانكشن دي صح حد فاكر ايه ترانسبوز واي بلس اس ماينس سي صح وبعدين ايه اكس ماينس بي من كابيتال اكس كابيتال اس في إيه مش كده كنا بنضيف بقى ضفنا حاجات بقى ماشي طيب ضفنا ايه كانت ماينس سيجما ميو مش كده في ايه صح ماشي لو سيجما بصفر كنا سمينا ده ايه طبعا ده هنساويه بالصفر مش كده وبنحل بقى ده بنيوتن مثلا صح طب كده السيجما بصفر كنا مسميين ده ايه؟ الطريقة افاين سكيلينج افاين سكيلينج ماشي افاين سكيلينج اللي هي نيوتن يعني وبعدين حطينا الترم ده احنا مسميينها ايه؟ مودفايد نيوتن صح كده؟ مودفايد نيوتن ماشي السيجما دي من 0 ل 1 مش كده؟ الميو كانت ايه طيب؟ حد فاكر؟ اسمها دواليتي ميجر صح؟ كانت اكس ترانسبوز في اس على ان يعني باخد الافرج يعني تمام طيب كنا بنطلع اكس وواي واس ايت كي بلس 1 بتساوي اكس واي واس ات كي زائد بلس لا هي دي كنا بنعملها بلس ايه دلتات بس دلتات في ايه بقى الفا في الفا ماشي فكان عندي في الفا وفي ميو وفي سيجما صح كده الميو بتتحسب بدي كل اتريشن الالفا والسيجما دول يوزر ديفايند ماشي دول من صفر لواحد ومن صفر لواحد وانا بقى على حسب يعني ساعات بناخدهم نص ونص وكده يعني ماشي طيب عملنا لينيريزيشن وعملنا لينيريزيشن وصلنا لايه كتبناها كده اف في اكس واي واس اد ذا كارنت اتريت بلس جاكوبيان حد فاكر الجاكوبيان مضروب في دلتا اكس دلتا واي دلتا اس بيساوي صفر فالجاكوبيان بقى ده كان ايه قسمناه كده صح؟ ماشي؟ قلنا نعمل ديريفيتيف لده وذ ريسبكت تو اكس بيطلع بكام؟ بصفر مش كده؟ بعدين نعمل ده لديريفيتيف وذ ريسبكت تو واي يطلع ايه؟ يطلع ايه؟ مكانها هنا ونعمل ترانسبوز تيجي هنا تبقى ايه ترانسبوز؟ ماشي؟ بعدين نعمل ده لديريفيتيف وذ ريسبكت تو اس ونحطه هنا كويس يطلع اي ونحطه هنا بعد الترانسبوز تمام نفس الكلام بالنسبه لدي بالنسبه للاكس فتبقى تحط هنا هتحط هنا صح لما نيجي نعمل ديريفيتيف بالنسبه للاكس تطلع ايه ترانسبوز بس انا عملها ترانسبوز فتبقى ايه ماشي وبعدين ما دي ما فيهاش ولا اس ولا واي فتبقى زيروز صح اخر واحده هعمل دي ديريفيتيف ريسبكت تو اكس الاول فتبقى اي هو المفروض مكانها كان هنا سوري لما اعمل ديريفيتيف ريسبكت تو اكس هتبقى اس المفروض مكانها كان هنا بس عملت ترانسبوز فجت هنا والترانسبوز بتاع الدياجونال ماتريكس هو طب ما فيش ترانسبوز مش كده وهنا في صفر بعدين اخر واحده ديريفيتيف ريسبكت تو اس هتبقى اكس ترانسبوز تبقى هنا اكس طبعا كل دول ماتريسيز بدايمنشنز بقى احنا ايه عارفينها يعني كان في بس حاجة تانية يعني المرة اللي فاتت كده يعني كنت قلقان بس ان انا اكون كتبت الجاكوبيان غلط فهعيدها تاني بسرعة كده يعني دي كده الجاكوبيان ده صح
بس الجنرال فورم بتاع الجاكوبين، لو انا عندي اف فيكتور فانكشن مكونه من اف 1 اف 2 لغايه اف ام، قلنا الجاكوبين هيبقى ايه؟ هيبقى بارشل اف 1 بارشل اكس 1 من بارشل اف 2 بارشل اكس 2 نقط لغايه بارشل اف ام بارشل ده سوري دي واحد يعني بارشل بعمل بارشل بالنسبه لاكس 1 كل الفانكشنز، وبعدين بارشل اف 1 بارشل اكس 2 بارشل اف 2 بارشل اكس 2 بارشل اف ام بارشل اكس 2 نقط بارشل اف 1 بارشل اكس ان بقى 2 ان ام with respect to n، صح كده؟ فالدايمنشن بتاع ده كام؟ دول عددهم m صح؟ يبقى m by n. انا متهيالي انا كتبت هنا ترانسبوز، هي لا مفيش ترانسبوز هي كده، بس تعالوا نكتبها في صوره بدلاله الايه؟ بدلاله الجريدينت. فلو كتبتها بدلاله الجريدينت تبقى ايه؟ ده كده الجراد بتاع f1 صح؟ بالنسبه لكل الفاريبلز بس ترانسبوز، صح كده؟ فيبقى اقدر اكتبها كده جراد F1 transpose بعدين grad F2 transpose نقط grad Fm transpose ليها شكل تاني اللي احنا اشتغلنا بيه بقى في الاثبات اللي هناك ده، نكتبها كده دي الترانسبوز بقى الصح بتاعها، تبقى grad F1 grad F2 نقط لغايه grad Fm all transpose. فاللي احنا عملناه هنا كان كده فعلا، كانت ايه دي؟ كانت F1 كويس، عملت لها grad بالنسبه لل X وال S وال Y وحطيتها كولون، وبعدين عملت لها ترانسبوز فجت رو، نفس القصه في الباقي ماشي. ماشي انا بس جايز يكون انا يعني مش فاكر حطيته هنا لا، عشان بس يبقى الديفينيشن يبقى مظبوط، ده الديفينيشن الصح ماشي، ده المظبوط ماشي. طيب بس دي كانت مظبوطه يعني احنا عملناها مره فاتت مظبوط. طيب وبعدين في بقى احنا خدنا كذا الجوريزم ماشي. الالجوريثم الاولاني كان اللي هو بنسميه اللي هو ده ملخص، وبعدين هنروح للايه للامبلمنتيشن على طول. فده كان البرايمال دول، ده هو الجنرال فريم ورك ماشي كده. طيب عندي انيشال بوينت، الانيشال بوينت فيه هيوريستيك بيجيب الانيشال بوينت في ايه في الكتاب ده هو، مش كاتب انا يعني في الحاجات، هو نفس الكتاب احنا شغالين بنفس الكتاب اللي هو انشلمان رايت صفحة 140 تقريبا ولا حاجة، أنا كاتبها في مسألة من المسائل يعني ماشي. طيب السيجما بتبقى من 0 ل 1 ده اللينيرايزيشن كويس. أنا هنا حاطط فيه السيجما والميو ماشي، اللي هو إن أنا بحس إن أنا هتعامل مع السيجما بنسميها سنترنج بارامتر، الميو بنسميها الدواليتي ميجر كويس، بتتحسب كل إيتريشن، وبعدين بحسب النيو اتريت بيساوي القديمه زائد الفا في الدلتا اكس دلتا واي دلتا اس المحسوبه من هنا تمام. بختار الالفا ازاي؟ بختارها ما بين 0 و1 دي ستيب سايز، ودي ايه دي يوزر ديفاين بارامتر، وكان بي كان بي ادابتيفلي تشينج ديورينج ذا ايه كل اتريشن على حسب الايه يعني، فيها سيناريوهات كتيره، في واحد يروح حاططها ومثبتها طول البتاع او يغيرها كل اتريشن بريت معين، فيبقى بالتالي في بارامتر تاني اللي هو ايه بيتشنج بيه الالفا في كل اتريشن، ده يكون ثابت كويس، او يغيرها كل تو اتريشنز او يغيرها بعد سيرتن كونديشن يحصل اوكي. بس السيجما بتتغير، السيجما ممكن تتغير برضو ماشي، اللي هي السيجما اللي هو الايه اللي هو لا دي مش سيجما اوف كي، دي سيجما كي يعني هي سيجما كي معناها يعني سنترنج بارامتر اد ذا كيث اتريشن ممكن ماشي الحال. بس احنا عاده لما نيجي نبتدي يعني انت لو احنا هيبقى مطلوب مننا نعمل امبلمنتيشن ده، ابتديها الاول بثبتها وبعدين ايه غيرها مره واحده، وبعدين نبتدي فكر بقى هل ممكن تتغير ادابتيفلي ولا لا ماشي. طيب وبعدين رحنا يعني في حاجة قبل دي قلناها اللي هي حاجة اسمها ايه اللي هي اسمها اللي فيها التاو، فاكرين اسمها ايه اللي فيها التاو؟ تاو فاكر التاو اسمها
سنترال باث. سنترال باث ماشي كده. كان السنترال باث كان ايه الاختلاف عن ده؟ ان هو كان بياخد بيسمي دي بيسميها تاو ماشي، و التاو دي هي التشينج بتاع الاكس في الاس. الاكس في الاس بتتغير بس وذ سيم ريت. فاكرين سيم ريت ان هما الاكس واحد في الاكس الاس واحد بتساوي تاو، واكس 2 في اس 2 بتساوي تاو، اس 2 بيساوي دايما تاو يعني. تمام كده. لو انتوا فاكرين كنا بنناقش ان ايه السيجما دي تبقى بصفر معناها ايه وواحد معناها ايه، قلنا ايه؟ قلنا صفر معناها انها رجعت افاين سكيلينج، وواحد معناها انها بقت ايه، بقت في بايسنج ناحيه السنترنج مش كده. هي ايه؟ ان انا بانفورس الالجوريثم بينفورس الاكس اس انها دايما تساوي الميو بتاعه الكرنت اتريشن. هي الميو بتاعه الكرنت اتريشن دي مش اقل من اكس في اس ولا لا؟ هي اكس اكس اس اكس ترانسبوز اس ترانسبوز على ان، هو الافرج بتاعهم. فالافرج هو ايه؟ احنا بينفورس الالجوريثم ان هو يروح للافرج بتاعهم. فده ايه الناتج بتاعها؟ انها ان الاكس في الاس انا عايزها تقل، بس بتقل بايه؟ بريت بطيء. عشان كده بنختارها دايما ايه؟ ما بين الصفر والواحد. تمام. رحنا بقى للمهروترا. فاكرين مهروترا ده اسم العالم اللي هو عمل اللي هو الالجوريثم ده، ده بريدكتور كوريكتور. كانت بريدكتور كوريكتور قلنا دي فاشن في النيوميريكال اناليسيس، ان انا بيبقى عندي ايه؟ انا دايما بمشي بطريقه كويس بينتج عنها ايرور، بحسن بالايرور ده كويس بان انا بانفولف الايرور ده مره ثانيه في الايه في الالجوريثم بتاعي بشكل او باخر، فانا كده بعمل بوصل لحاجه احسن يعني. فكانت البريدكتور ان انا بحل ايه افاين سكيلينج، ما عنديش سيجما، سيجما بصفر. افاين سكيلينج طلعنا الدلتات. فاكرين لما ناقشنا ده قلنا لما اضربهم في بعض كل ده كده دي هتطلع نيجاتيف بتاع الاثنين اللي جنبها، وبالتالي الناتج يطلع هو دلتا ايه؟ دلتا دلتا. لو انتوا فاكرين صح؟ فده معناه ايه؟ معناه ان الابديت النيو ابديت اللي هو الاكس في الاس في الخطوه الجديده اللي هي اللي بعد ما عملت افاين سكيلينج ستيب بيطلع حصل ضربهم بالدلتا في الدلتا. كنا اتناقشنا ان الدلتا في الدلتا دي ممكن ايه؟ ممكن الدلتا تبقى بوزيتيف او نيجاتيف ما تفرقش معايا، المهم ان انا ايه ان في عندي ده الايرور انا عايز ده بكام؟ عايز ده يبقى بصفر، ما طلعش بصفر طلع بالقيمه دي. فيبقى الكوريكتور كويس ان انا ايه ان انا اخد الفاليو دي اللي هو الايرور اللي طلع لي من الايه من الافاين سكيلينج كويس، واحطه في الايه جوه البروبلم بتاعتي، فكاني بحطه بعكس اشارته، وبالتالي كان الالجوريثم يبقى هو كانه عايز يوصل له كويس، مش يوصل للصفر لا يوصل له هو بالنيجاتيف، يبقى كانه هيعادل الايه اللي طلع له في الافاين سكيلينج ستيب كويس في الايه في الخطوه اللي قبليها يعني. والمجموع بتاع الاثنين كويس بيعمل ايه بيتر جوب ذان ايه ذان الاوريجينال الالجوريثم كويس. في بقى حاجه لطيفه هنا ان ايه قضايدين قشناها برضو لحته ايه ان انا بختار ازاي الالفاظ الالفاظ اللي هي الستيب سايز والسيجما وسوري والميو ماشي، او السيجما برضو بختار السيجما. السيجما ايه؟ احنا السيجما قلنا ان هي من شويه قلنا ان هي ادابتيفلي بتتغير، بتتغير ازاي؟ في هيرستيك ليها. احنا ناقشنا السلايد دي بس هقولها بسرعه تاني برضو ده عشان نفتكر عشان هنكمل بقى. انا عندي ايه؟ عندي عندي ستيب في الدلتا اكس مش كده، انا عندي اكس واي واس الكي بلس 1 صح، واكس واي واس ات كي بلس الفا في الدلتا صح كده، دلتا اكس دلتا واي دلتا اس ماشي. الالفا دي كي برضو هو قسمها بقى، الالفا دي قسمها ايه الى الفا افاين سوري الفا افاين يعني افاين عشان ايه دي الافاين سكيلينج، بس قسمها الفا برايمال والفا ديول يعني خلى ايه خلى الدلتا اكس ليها الفا والدلتا واي والدلتا اس ليهم الفا تاني. الاكس دي مرتبطه بالبرايمال بروبلم والواي والاس ظهروا في الديول بروبلم، فهيخلي الستيب بتاعت الديول بروبلم غير الستيب بتاعت الايه البرايمال بروبلم. حسبها ازاي بقى؟ بقى اخد المينيمم بتاع واحد والمينيمم بتاعت الريشيو دي. فاكرين دي ريشيو تيست بتاعت ايه؟ ناقشناها مره فاتت قلنا ايه؟ قلنا انا عايز الاكسس دايما الاكسس والاسس دايما عايزهم نون نيجاتيف او عايزهم بوزيتيف ماشي؟ ما بنوصلش للزيرو غير في الايه في الليمت، عايزهم بوزيتيف.
فعشان يبقوا بوزيتيف يبقى لازم الحاجه اللي اضيفها على الدلتا اكس اللي تضاف على الاكس كويس تبقى دايما مالها تبقى اضيفها بالفا بحيث انها دايما تبقى اكبر من الصفر. قلنا كده قلنا اكس اي اي واحده منهم يعني اكس اي ات كي بلس 1 بتساوي اكس اي ات كي بلس الفا كي في دلتا اكس اي دي عايزها اكبر من الصفر. لما احطها اكبر من الصفر يطلع لي على طول ان الالفا لازم تبقى اكبر من نيجاتيف دلتا اكس سوري نيجاتيف اكس على دلتا اكس. ده هي دي ليه باخد المينيمم بتاعهم كلهم علشان يعني اضمن ان الالفا اللي اختارها تبقى ما تخليش واحد من الفاريبل بتاعي يطلع انفيزبل. يبقى انا باخد اقل ريشيو كويس لان ممكن تبقى لو انا خدت الكبيره كويس فالكبيره دي تخلي بعض الفاريبلز مالهم يطلعوا بره الفيزبل ريشيو بنفس الايه نفس الابروتش او نفس السكيم بتاع الريشيو تيست اللي هو في السامبلكس يعني. الوان ليه بقى؟ لان هو يعني هشوف المينيمم بتاعهم كويس وياخد الواحد لو طلع المينيمم بتاعهم اكبر من الواحد ياخد الواحد. ياخد الايه الواحد ليه؟ بعديه برضو بعديه مش كده؟ واحنا قلنا برضو ايه قلنا موضوع الدلتا اكس باخد النيجاتيف ليه؟ لان هما البوزيتيف مش هيخلوها مور بوزيتيفيتي فما فيش مشكلة عليها. المشكلة دايما في انها تبقى نيجاتيف يعني. كويس لو طلع الفرق ده كويس اكبر من الواحد اكبر من الواحد كويس فاكبر من الواحد يبقى كانه ايه يبقى دي الالفا دي احنا قلنا الالفا ما بين صفر وواحد فلازم الالفا تبقى الماكسيمم بتاعها واحد يعني ما ينفعش يبقى التغير اكتر من الفاريبل يعني انا بقى واقف عند واحد واعمل ستيب اتنين يعني فاهم؟ واخد بالك؟ ده ليميتيشن على الالفا نفسها الالفا ما بين صفر وواحد فهو اخرها واحد اخرها واحد الواحد دي معناها فول ستيب فول ستيب يبقى انا خدت الدلتا كلها خدت الدلتا اكس كلها ماشي واقل من الواحد انا خدت ايه خدت بورشن منها مفيش معنى ان اخد اكبر من الواحد زياده ما هو زياده هي برضه هتبقى نفس مشكله النيجاتيفيتي دي لو الدلتا اكس على اكس اكبر من الواحد يبقى لما اضربها لما اضرب يعني اضرب الدلتا اكس في حاجه اكبر من الواحد فهتخلي ده نيجاتيف برضه نفس السبب يعني ولا ايه يعني دي لو كويس الدلتا اكس 2 ودي 1 كويس كده طيب و2 بالنيجاتيف كمان ماشي عشان احنا واخدين المينيمم ده على النيجاتيف فالالفا هتبقى الريشيو هتبقى ب2 في نيجاتيف 2 و1 طلعت بره خالص هي الالفا هو دايما الستيب سايز يعني بص لها بلاش دي يعني بص لها من ان الالفا الستيب سايز المور ابريت يعني هو المفروض ايه هي ابول اكس زائد دلتا اكس كويس كده فانا بقول انا مش همشي على الدلتا اكس كلها انا هاخد جزء منها هي الفول ستيب ان انا اخدها كلها جزء منها يبقى انا بضربها في الفا اقل من الواحد فالواحد ده هو الليميت بتاع الالفا اللي انا حاطه لنفسي ماشي طيب ونفس الكلام بالنسبه للاس وتبقى في الفا برايمال والفا ايه والفا ديول طيب الميو بقى السيجما بقى احسبها ازاي السيجما فبحسب حاجه اسمها ميو افكتيف ميو افكتيف اللي هي الاكس في الالفا افاين دلتا اكس في اس الفا افاين في الدلتا اس على ان دي الميو افكتيف المفروض الميو افكتيف دي تبقى مالها احسن من الميو ات ذا كرنت اتريت صح ولا لا المفروض انها قلت يعني ما احنا ايه احنا هدفنا احنا نقلل الميو نوصل لصفر في الاخر تبقى اكس ما هو الميو دي بايه ميجر للايه اسمها دواليتي ميجر اللي هي بتقول الاكس في الاس حصل ضربهم يبقى بايه فانا عايزها بتبقى توصل تقل يعني فدي هتبقى اقل من اللي قبليها فلما اقسم الميو على الايه الميو افكتيف على الميو فدي هتبقى اقل من الواحد اعملها كيوبينج فتبقى السيجما في كل خطوه تو بي ابديتد بالايه بالفاليو دي هي هيريستيك فاليو مش ناس تاخدها سكوير ناس تاخدها زي ما هي ناس تاخدها كيوب دي تبقى ايه يعني ماشي طيب ما احنا هنشوف بقى حاجه دلوقتي لطيفه يعني هنشوفها دلوقتي حاجه يعني تو ماتش كومبليكيشن عشان تبقى
ما انت ايه، انا هديك اكزامبل في الاخر هحلها من غير التو ماتش كومبليكيشن ده، واحلها بده هتشوف الكومبيتيشنال ايفورت اللي اتوفر قد ايه في مساله بسيطه. يعني هتلاقي دي مثلا 30 اتريشن ودي 3 اتريشن بالكومبليكيشن دي. ماشي. الكوريكتور ستيب بقى في احنا هنا حطيناهم مع بعض كويس ليه؟ زي انا قلتها مره فاتقلنا ايه، قلنا احنا انا عندي سيستم ماتريكس ما اتغيرتش، فانا بحل السيستم مرتين، مره بسيستم ماتريكس كويس واطلع دلتا اكس دلتا واي دلتا اس افاين كويس من غير دول، صح كده؟ وبعدين الكوريكتور حطيت دي وحطيت السيجما ميو واحله تاني واجمعهم على بعض. مش هي اللي انا لو عملته مره واحده ازاي؟ انا عندي هنا ايه، ايه اكس واحد بتساوي بي واحد، نعم، وايه اكس اتنين بتساوي بي اتنين. فانا لو حليت ايه اكس بيساوي بي واحد زائد بي اتنين وانا مش عارف الاكس، هتطلع لي اكس اكس واحد زائد اكس اتنين، صح كده؟ فانا بدل ما احلها مرتين كويس احلها بده. طبعا هو يعني هيبقى في خطوه بس اعملها الاول، ان انا اجيب الافاين الاول بعدين احل ده بدل ما احله وبعدين اجمع، لا انا احله باللي انا طلعته ده وهيطلع لي كل اللي انا عايزه، يبقى انا كده فاهمين. طيب هو احنا لسه لغايه دلوقتي ما قلناش نحل ازاي، خلي بالكم نحل ازاي اللي هو ايه السيستم ده احله ازاي. قلنا ده السيستم ده سبارس وكبير وفي حاجات، يعني دي بقى الخطوه اللي احنا هنناقشها كتير النهارده. طيب هنا كان بي اجريجيتد في اللايت هاند سايد في السيستم ده. هنا بقى في حته برضو لطيفه قوي، يعني انا هرجع للشلاسكي فاكت. حد سمع الشلاسكي فاكتورايزيشن قبل كده؟ فالشلاسكي فاكتورايزيشن ايه هو؟ لا مش شرط. ماشي. طيب انا هرجع له تاني كمان شويه، بس هو ايه، هي كلها معتمدة على ايه؟ لما يكون عندي نفس السيستم ماتريكس بحل بيها اكتر من سيستم بديفرنت رايت هاند سايد، فانا لو عملت فاكتورايزيشن باي شكل للسيستم ماتريكس الاصلية دي، فانا ممكن استخدم الفاكتورايزيشن ده فان احل بيه كل السيستمز بعد كده من غير ما ارجع اعمل فاكتورايزيشن تاني، لان الفاكتورايزيشن بيبقى هو بياخد جزء من الكمبيوتيشنال ايفورت اللي بيتعمل في الحل. يعني وانا بحل لازم اعمل فاكتورايزيشن، فانا هعمله وانس اند فور ايفر وبعدين بقى اطبقه كذا مره. ما دي انا هرجع لدي تاني كمان شويه، هرجع لها بس لما اعمل الاناليسيس اللي انا نفسي اعمله. احنا دلوقتي ايه ان بوزيشن ان احنا عايزين، خلينا بس نجمع كل حاجه بقى نروح للحته المهمه. يعني الستيب لينثز دي اللي احنا عملناها ده زي اللي احنا قلناه برضو من شويه، ماشي، بس هو بيعملها يعني دي بقى في ال دي البرايمال دول، يعني احنا مهدنا لها في الايه في الافاين. هي بالظبط، باخد المينيمم اكس على دلتا اكس واخد المينيمم على الايه على النيجاتيف كويس، والمينيمم ده بسميه الفا ماكسيمم. دي الفا ماكسيمم ايه؟ يعني انا ايه، انا هاخد المينيمم بتاع الريشيو دي على النيجاتيف ديفيجن دلتا اكسز ودلتا اسز، وهسمي ده الالفا كي برايمال ودول الماكسيمم. هتبقى في اللي جايه بقى هتبقى يعني الواحد او الالفا، اختار بقى يا الواحد يا الالفا، المينيمم بتاع الواحد والالفا يعني. ماشي. طيب وهجمع ايه، هجمع الالفا بتاعه البرايمال على الدلتا اكس والالفا بتاعه الديول على الدلتا اس كويس، واجيب بقى بص بقى هنا بقى الالفا بقى نفسها هي ايه، مش بياخد بقى دي مباشره، بياخد بقى المينيمم بتاع واحد كويس، الالفا اللي طلعتها مضروبه فاكتور كمان، فاكتور ده اسمه هو ايتا. الايتا ده بياخده برقم ما بين 0.9 و1، وكل ما قرب للايه للحل كل ما الرقم ده يقرب للواحد. ماشي. زي ما قلت لك الايه الاوبتمايزيشن كلها ايه، بيحط بارامترز كتيره علشان يبقى عنده فلكسبيليتي على الالجوريزم. يعني ماشي الحال.
طيب احنا دلوقتي زودنا ايه الايتا دي. ماشي الايتا دي بناخدها رقم كبير يعني, في ممكن تعتبرها بواحد, ممكن تعتبرها بونت 99. في بعض الحاجات يعني لما الناس حلت بقى يعني زمايلكم يعني بيقول لي اما بحطها واحد مش بتكونفرج, احطها بونت 99 تكونفرج. فجرب بقى انتوا كده وقولوا لي ايه اللي هيحصل. ماشي طيب, بس خلي بالك هو بقى قال هنا ايه, قال ايتا كي ابروتشز 1 ات ذا ايتريتس ابروتشز ذا برايمال تو اكسلريت ذا اسيمبتوتيك كونفرجنس, عشان تحسن الايه الكونفرجنس يعني. طيب نيجي بقى للايه اهم حته في الموضوع. كويس احنا كل ده عمال اقول ايه سولف 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 وما قلتش هسولف ازاي. ممكن واحد يسولف ازاي اللي هو لا يعني بسولف السيستم. كويس انا عايز اسولف ده. كويس انا عندي ايه, عندي ده دلتا اكس بيساوي الرايت هاند سايد. ماشي تعالى نكتبه كده. طيب هو ايه, هو هيعمل شويه ماثيماتيكال مانيبيوليشن عشان يافويد موضوع الجاوس جوردن ده, بس هو في المسائل الصغيره اللي هي الدايمنشن بتاعها 2 و3 و4 حتى ممكن اعمل جاوس جوردن. ممكن اعمل ايه, ممكن اجريجيت الماتريكس دي بالاي ترانسبوز والاي والاس والاكس وكده واجيب الانفرس بتاع دي واضربه في مين, في ده, ده اللي هو كان ايه كنا كتبناه ماينس ار بي ماينس ار سي فاكرين ماينس ار اكس مش كده بالنيجاتيف يعني. كويس ويبقى الدلتا اكس كل مره تحسب بالطريقه دي. فانا عايزك تجربها كده كويس وتجربها باللي انا هقوله بقى. هشتغل بقى بالظبط, هشتغل شويه شويه ليجل الالجبر بقى هنا زي ما شفت دلوقتي. انا هديك بس الهنت كده وهشتغل على البورد حبه لغايه ما نوصل للليل بالظبط. بالظبط ماشي. طيب فانا ايه همسح ده بقى ده كده. فكر كده في السيستم اللي هيطلع لي ايه لما افكه. هو انا ايه الانونز بتاعتي, دلتا اكس دلتا واي دلتا اس صح كده. انا عندي الار سي هي الديفيجن ريزيديوال في الايه في الديوال, والار بي هي الريزيديوال في البرايمال. كويس والار اكس اس اللي هي بقى اكس اس بلس دلتا اكس دلتا ايه دلتا اكس دلتا دلتا اكس دلتا اس ماينس سيجما ميو. يبقى انا لازم اعمل ايه البريدكشن, لازم اعمل البريدكشن الاول. فانا هعمل البريدكشن اطلع دلتا اكس دلتا ايه دلتا اس وبعدين اعمل اللي هعمله ده. فانا هعمل ايه بقى, انا هكتبها از ايه از ماتريكس ايكويشن. هفك الماتريكس دي بس بلوكس. يلا زيرو في دلتا اكس مفيش, اول ترم ايه ترانسبوز كويس دلتا واي ماشي بلس دلتا اس بيساوي كام نيجاتيف ار سي. طيب وبعدين ايه دلتا اكس بعدين مفيش دلتا واي بيساوي نيجاتيف ار بي مفيش دلتا واي دلتا اس مفيش, والاخرانيه هتبقى اس دلتا اكس بلس اكس دلتا اس ماينس ار اكس اس. طيب انا لو انا عندي سيستم زي كده وعايز احله فور سولف فور دلتا اكس دلتا واي دلتا اس كانهم 3 ايكويشن 3 انونز. كويس هتفكر تعمل ايه, هتفكر انك انت تسبستيتيوت من واحده في الثانيه مش كده, يعني اخد مش عارف دي اضربها في ايه اضربها اجمع على دي عشان تبقى في الاخر 2 في 2 وبعدين اخليها 2 في 2 مش كده, وبعدين ايه 2 في 2 احل واحده الاثنين اعوض من واحده في الثانيه فجبت واحده وارجع بالراجع اجيب الباقي. فانا هعمل كده بالظبط ايه لا بس ايه بس هو مش بالظبط يعني, هو ايه يعني هو زيه بس مش بالظبط, لان انا كاني هشتغلها 3 ايكويشن 3 انونز بالالجبريك ميثود اللي احنا بنعملها ان في صفار كتيره انا عايز استغل الموضع ده. فانا هعمل ايه بقى, انا هركز على الدلتا اس الاول. دلتا اس ظهرت هنا وهنا طبعا ايه اولا, بس خليني يعني واحد كان ممكن يقول لي ايه طب انا ممكن من هنا اجيب الدلتا اكس مش كده, بس طبعا الاي مالها الاي نون سكوير, لا الاي نون سكوير ام اف ان كويس ملهاش انفرس. فانا ايه اضطر اعمل اجيب بسودو انفرس, بسودو انفرس يعني اضرب في ايه ترانسبوز كويس وبعدين يعني
ده كان ممكن بس ايه الابروش اللي انا هقوله ده احسن كتير ماشي، لان الاي ترانسبوز ايه شكلها هيبقى في شكل الطف هنوصل له. خلينا نمشي بالراحه كده. فانا هركز عن الاولانيه والثالثه، الاولانيه والثالثه فيهم دلتا اس، فانا هريموف الدلتا اس من الاثنين. خلي بالك انا عندي الاس كابيتال اس والكابيتال اكس ار دياجونال متريسيز، وكل الدياجونال اليمنتس ار بوزيتيف. فلما يكون الار كل الدياجونال اليمنتس ار بوزيتيف يبقى ده معنى كده ان الماتريكس دي مالها بوزيتيف ديفينيت. والبوزيتيف ديفينيت تبقى انفيرتابل ولا لا؟ ليه؟ لان هي الدياجونال اليمنتس بوزيتيف، فيبقى الانفرس بتاع الدياجونال ماتريكس يبقى ايه؟ واحد على وخلاص. يبقى انا لو قلت ايه اكس باور نيجاتيف 1 ماشي؟ اكس باور نيجاتيف 1 نعم. ماشي، هو خلي بالك هو اللي هو هيعمله هنا ان هو مش بيحل سبارس ماتريكس، هو عايز يستغل من الزيروز البلوكس اللي مضروبه اللي موجوده في الماتريكس الاصليه دي، ان هو عمل ابروتش كويس حل بيه السيستم ده بطريقه افيشنت جدا. هنا نوصل للاخر هتعجبك انت، هتعجبك بالذات. ماشي. طيب فانا هضرب في اكس انفرس. اكس انفرس دي اكزيست ولا لا؟ اكزيست، ان الاكس از دياجونال ماتريكس از بوزيتيف دياجونال اليمنت، وعملها سبتراكشن مع الاولانيه كويس. فايه اللي هيطلع؟ يعني كاني هضرب دي في نيجاتيف واجمع كويس، فدي هتروح مع دي مش كده؟ هيتبقى ده من الاولانيه وده من الثانيه بس بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف اكس نيجاتيف 1 اس دلتا اكس مش كده؟ بلس دي اللي هي اي ترانسبوز دلتا واي كويس، والدلتا اس راحت هناك بقى الناحيه الثانيه، دي نازله زي ما هي ما اتضربتش في حاجه، بس دي اللي هي نيجاتيف ار اكس اس اتضربت في نيجاتيف، لا هي اتضربت في نيجاتيف فبقت بلس اكس باور نيجاتيف 1 ار اكس اس تمام كده. فدي ايكويشن. الايكويشن الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي ايه دلتا اكس بتساوي نيجاتيف ار بي، بقى ايه بقى تو ايكويشنز تو انونز دلتا اكس دلتا واي. هنشوف بقى ايه، عايزين نإليمينيت حاجه من هنا كويس بحيث تطلع لي الثالثه وامشي بالراجع بقى كويس. طيب هنإليمينيت مين؟ الدلتا اكس كويس. عشان إليمينيت الدلتا اكس كويس يبقى انا محتاج هضرب اللي فوق دي في ايه؟ خلي بالك بقى اس ترانسبوز ايوه، لا بالراحه نمشي بالراحه اس انفرس طيب خليها بالراحه. انا ايه انا عايز امشي اضرب كده كويس بحيث دول يروحوا وبعدين تبقى فيها ايه صح كده. فانا هضرب في اكس الاول وبعدين اس انفرس وبعدين ايه مظبوط كده فروم ايه فروم رايت صح كده ليفت ولا ايه فروم ليفت. فايه اللي وهجمع او هطرح بقى يعني لا هجمع عشان دي هتبقى ايه هتروح دي نيجاتيف ايه فهتروح مع دي هجمع الاثنين على بعض هتطلع الدلتا واي على طول اجيب الدلتا واي ارجع اجيب الدلتا اس الدلتا بنشوف هنشوفها ازاي بقى. طيب السيستم اللي هيطلع ده بقى هو ده اللي فيه الشغل كله بقى. طيب فانا ضربت الاكس راحت والاس راحت والايه الجمع دول مع بعض اختفت فبقاش بقى غير دلتا واي مضروبه في ايه بقى تعال نشوف هو فيها ايه ترانسبوز وجاي لها كل الثلاثه دول من الشمال يبقى اكس اس انفرس ايه. الماتريكس دي بقى لطيفه خالص هنقولها كمان شويه بس بتساوي كام من الناحيه الثانيه؟ دول اولا نيجاتيف ار بي دي نازله زي ما هي لان جمعتهم على بعض مش كده؟ بس الاثنين دول هيتضربوا بقى في الايه؟ في ده. فالاولانيه هتبقى نيجاتيف ايه اس انفرس اس اس انفرس اكس ار ار اس ايه ار اس دي؟ دي ار ايه؟ دي كانت لا دي ار سي دي كانت ار سي ماشي ار سي صح كده. ولسه بقى لسه اكس انفرس دي ضربت في اكس راحت بقى اس انفرس او ايه اكس انفرس يبقى بلس ايه اكس انفرس ار اكس اس نعم بالراحه بالراحه ايه اس انفرس اس انفرس اه اس انفرس الاكس راحت مع الاكس انفرس بقى اس انفرس ايه تمام.
دي كده جبت الواي. هنقول بقى هنكومنت على دي حالا دلوقتي. ماشي؟ خلاص كده جبت الواي. بعد ما جبت الواي هرجع اجيب الدي اس. ليه اسهل اجيب الدي اس؟ اهي دي اس هتساوي دي اس هتساوي مباشره من الاولانيه خالص ماينس ار سي ماينس اي ترانسبوز دلتا واي اللي انا جبتها من الخطوه اللي قبليها. ماشي، يبقى انا جبت الدلتا واي من الخطوه الاولانيه ضربتها في اي ترانسبوز بالنيجاتيف ماينس ار سي جبت الايه؟ جبت الدلتا اس. فاضل مين بقى؟ عايز بقى اجيب الدلتا اكس. ماشي، فالدلتا اكس هجيبها من الثالثه دي. ماشي، لان انا جبت الدلتا اس، ففين الحاجه اللي فيها دلتا اكس ودلتا اس؟ الثالثه. فالدلتا اس جبتها كويس. طيب انا عايز اجيب الدلتا اكس، يبقى هعمل ايه؟ هشيل الاس دي ازاي؟ اضرب في اس انفرس، يبقى دي هتضرب في اس انفرس ودي هتضرب في اس انفرس، يبقى دلتا اكس هتساوي هضرب في اس انفرس واديها الناحيه الثانيه، دي هضرب في اس انفرس واديها الناحيه الثانيه، فيبقى نيجاتيف اس انفرس ار اكس اس، وبعدين في اكس هنا في اس انفرس اكس ار اكس اس، خلاص مضروبه في ايه؟ في دلتا اس. مفيش ليه؟ ثواني، طب نعملها براحه. انا هضرب ايه؟ هضرب في اكس ايه؟ في اس انفرس، في اس انفرس، فدي بقى دي اس دي اكس لوحدها، دي اس انفرس اس انفرس في اكس في دلتا اس، صح مفيش ار صح. تمام، خلاص كده فهمنا يا جماعه؟ كده انا حليت. ليه بقى الشكل ده مور فيفربل عن اي حاجه ثانيه؟ لكذا سبب. اولا كده بص كده على الشكل اللي قدامك كده وقول لي في حاجه متكرره كذا مره، في برودكت لتو ماتريسيز متكرر كذا مره. اس انفرس اكس بالظبط، اس انفرس اكس اهي، اس انفرس اكس اهي، واس انفرس اكس اهي، صح؟ طيب فانا هاجي بقى اقول هنا ايه؟ هو هيروح مسمي الاس انفرس اكس دي هيسميها دي سكويرد. الدي دي دياجونال ولا لا؟ هو مسميها دي سكويرد لسبب. ليه؟ عشان لما يحطها جوه الشكل ده هيبقى ليها شكل لطيف خالص، هتبقى ايه؟ دي ترانسبوز اي ترانسبوز دي سكويرد اي ترانسبوز، صح كده؟ ماشي؟ هي صح؟ دي لو انا كتبتها كده اي دي كويس في دي اي ترانسبوز، الدي دي دياجونال صح؟ فانا لو سميت دي ماتريكس يبقى ده الترانسبوز بتاعها ولا لا؟ ماشي؟ يبقى انا الترانسبوز بتاع دي يطلع دي صح؟ طيب فهو هيعمل ايه بقى؟ هنا بقى الحته بتاعت شلاسكي فاكتورايزيشن، هو بيقول ايه؟ الشكل ده كويس؟ كان بي ايزلي ان انا اعمله ترانسفورميشن لتشلاسكي فاكتورايزيشن. ايه شلاسكي فاكتورايزيشن؟ شلاسكي فاكتورايزيشن ان انا بكتب الماتريكس بتاعتي في صوره ال ترانسبوز. ال في ال ترانسبوز. يبقى انا هو هيمسك الماتريكس دي يعملها شلاسكي فاكتورايزيشن تتحول ل ال ترانسبوز. لما تتحول ل ال ترانسبوز كويس؟ ده طريقه من طرق حل السيستم ماتريكس بطريقه افيشنت. فاكرين ال يو فاكتورايزيشن؟ فاكرين ال يو؟ فانا لما يكون عندي اي اكس ايكوالز بي، فاكرين؟ وانا عايز احل ده، قلنا نحله ازاي؟ الطرق اللي احنا خدناها في اللينير قلنا ثلاث طرق، قلنا او كذا طريقه يعني. قلنا جاوس جوردن، بعدين جاوس اليمينيشن وجاوس جوردن، وكنا واحده من الطرق اللي خدناها اللي هو ال ال يو فاكتورايزيشن. كانت ايه ال يو فاكتورايزيشن؟ امسك الاي دي كويس؟ اعملها فاكتورايزيشن بحيث تبقى ال فيو. دي لور ترانجولار ماتريكس ودي ابر ترانجولار ماتريكس. وبعدين احلها انها تو ستيبس. كويس؟ الستيب الاولاني اقول ال في زد مش كده؟ بتساوي بي. ال دي عباره عن ايه؟ دي لور ماتريكس. لور ماتريكس يعني ايه؟ يعني فوق بزيروز وتحت في لور ماتريكس، في هنا ايه؟ ارقام. ماشي؟ زد بيساوي بي، دي بحلها باسمها فورورد سبستيتيوشن. فورورد سبستيتيوشن، بحل سولف فور زد يوزنج فورورد سبستيتيوشن، اجيب الزد. وبعدين يو اكس بتساوي زد كويس؟ اليو دي ابر
ماتريكس. يبقى هنا في زيرو وهنا في ماتريسيز، هنا في اكس اللي انا مش عارفها وهنا في زد اللي انا عرفتها من الخطوه اللي فوق. هنا باكورد سبستيتيوشن اجيب الايه؟ اجيب الزد. ماشي؟ طيب اليو ابر والال لور. طب ال في ال ترانسبوز مش هي ال يو برضو ولا لا؟ دي لور، الترانسبوز بتاع اللور يبقى ايه؟ يبقى ابر. كويس؟ فلو الماتريكس دي قدرت اعمل لها تشيلسكي فاكتورايزيشن، حولتها في صوره ال ال ترانسبوز، اقدر احلها بالطريقه دي. فيبقى الايكويشن دي كويس كان بي سولفد افيشنتلي يوزنج تشيلسكي فاكتورايزيشن. حليت الدلتا واي، جبت الدلتا واي بطريقه مور افيشنت عن اي طريقه ثانيه. الباقي بقى عشان اجيب الدي اس والدي اكس مجرد ايه؟ مجرد ان انا بعمل ملتيبليكيشن، ما فيش عندي ايه؟ ما فيش عندي اي حاجه يعني فيها يعني فيها انفرسز ثانيه، لان هو الاس اس انفرس دي سهل جدا اجيبها ان انا اقلب الايه؟ اقلب الدياجونال ماتريسيز، فسهل جدا ان انا اعملها يعني. بس فالمور ايفورت بيبقى في الحته اللي في الاول دي. جبت الدلتا واي افيشنتلي بشلاسكي فاكتورايزيشن، الباقي كله بسيط. انا ما قلتش ان الاي لور، انا قلت ان الشكل ده اللي هو اي دي سكويرد اي ترانسبوز. كويس؟ ما ده مش معنى ان دي لور ودي لور ترانسبوز، دي مش معناها كده. هو معناها ان انا ايه؟ لو انا عندي ماتريكس بالمنظر ده، كويس، الماتريكس بالمنظر ده كانها يعني فاكرين النورمال ايكويشن؟ النورمال ايكويشن اللي هي حاجه شبه اللي احنا كنا بنقول اي اكس بيساوي بي والاي دي ريكتانجولر ماتريكس، فهضرب في اي ترانسبوز تبقى اي ترانسبوز اي اكس بيساوي اي ترانسبوز بي، يبقى الاكس بيساوي الانفرس بتاع. ماشي؟ فاكرين القصه دي؟ فدي كانها ده الشكل ده كده كانه ايه ترانسبوز، مش عايز اكتب ايه برضو يعني، بس هتبقى ايه؟ كانها دي ماتريكس ودي الترانسبوز بتاعها. ماشي؟ لو انا مثلا دي بي ودي بي ترانسبوز، فبي بي ترانسبوز، فكاني دي كانها بيسموها النورمال ايكويشن يعني. انما المنظر ده كويس ديو تو ان الدي دي، فاكرين الدياجونالايزيشن بتاع اللينير الجبرا؟ في كده حاجه بنعمل دياجونالايزيشن، كان برضو فيها ايه؟ فيها حته من انا ازاي اعمل دي فاكتورايزيشن بشكل افيشنت يعني. فدي دياجونال ماتريكس وهنا ايه وايه ترانسبوز، فالبرودكت ده كان بي فاكتورايزد افيشنتلي باستخدام شكل فاكتورايزيشن شلاسكي فاكتورايزيشن، واحل الايكويشن دي از نورمال ايكويشن باستخدام ال يو ابروتش. جبت الدلتا واي، ارجع اجيب الدلتا اكس والدلتا اس بطريقه ايه؟ سهله يعني. كويس؟ فانا كده استغليت ايه؟ استغليت السبارستي اللي موجوده في الماتريكس بطريقه افيشنت، ان هم ظهروا لي في اماكن ما بقتش موجوده، قدرت احل. هو ده الكونتريبيوشن اللي عامله يعني في الحته دي يعني. فانت سيادتك هتعمل ايه؟ هي مجرد انك انت بس هت يا اما تشتغل كانها ماتريكس ونجيب لها الانفرس زي ما قلنا كده، وتجرب بقى بمهروترا انك انت تعمل الكلام ده. هيبقى مور ابيلينج امتى؟ لما يكون الماتريكس كبيره، لما يكون السيستم بتاعي كبير، يكون مور ابيلينج، يظهر بقى الايفكت بتاع ان دي 100 اوف 1000 و 100 اوف 1000، فيبقى افيشنت يعني. لا مش ارقام يعني، كمان الماتريكس كبيره يعني. البلوكس دي هو هنا استغل البلوكس، استغل السبارستي بطريقه ان هو حولها لسيستم ايكويشنز وحل السيستم ده مع بعضه بطريقه لطيفه يعني. ممكن هو انت هتلاقي في البيبر بتاعته ممكن يكون قايل الكومبلكسيتي بتاعتها، انت بص عليها يعني. ماشي؟ طيب فانا اللي انا هعمله ده ان هوري ده، وبعدين هنروح نحل كام اكزامبل اوريكو يعني الحل اللي اتعمل بتعمله امبلمنتيشن، وهقارن بكذا الجوريزم ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. ماشي؟ فده السيستم اللي انا بادي بيه، ودي الار سي ار بي ار اكس اس. كويس؟ الاكس والاس بوزيتيف، ستريكتلي بوزيتيف. ستريكتلي بوزيتيف يعني ايه؟ يعني اكبر من الصفر، مش اكبر منها او يساوي. يبقى الدياجونال الماتريسيز دول انفرتبل للكابيتال اكس كابيتال اس، يبقى انا ممكن ايه كتبته كده وبعدين ضربت في نيجاتيف اكس باور نيجاتيف 1 اللي هي دي عملناها هنا، وجمعت الاولانيه مع الثالثه، الاولى مع الثالثه. لما جمعت الاولى مع الثالثه كويس، انا كاتبه هنا في صوره سيستم ماتريكس اللي هو التو ايكويشنز دول، هم دول التو ايكويشنز اللي انا كاتبهم يعني. ماشي؟ هم بالظبط يعني اللي هم بالازرق دول. كويس؟ وبعدين هيحط الاس انفرس اكس بدي سكويرد
ويعمل الاناليسيس اللي انا عملته هنا. وصلنا للحل بالشكل ده، ان الدلتا واي مضروبه في ماتريكس كان بي فاكتورايز يوزنج تشلاسكي فاكتورايزيشن. جبت الدلتا واي منها اجيب الدلتا اكس، الدلتا اس منها اجيب الايه الدلتا اكس. ماشي الحل. الاس ماينس 1 اتكررت هنا مره كذا مره اهي، وهنا تاني في الدي دي، وهنا مره كمان. اوكي. فهنا اولا الفورم بتاع ايكويشن واحد دي بنسميها النورمال ايكويشن. ماشي. انها كان بي فيود از سيرتن لينير ليست سكوير بروبلم، كانها ليست سكوير بروبلم بالظبط. انا عندي ماتريكس في متغير بيساوي رايت هاند سايد، وكل ده في الاخر هيتجمع يبقى فيكتور. صح ولا لا؟ كانها سيست، كانها ايه؟ كانها ليست سكوير بروبلم يعني. كويس. والكوفيشن ماسك اللي هي دي اي ترانسبوز اللي هي كنا كاتبينها تحت هنا. اوكي. هنا بقيه الكومنتس يعني ان الامبلمنتيشن بتاعت البرايمال دول كلها معتمده على ايه؟ على ان انا اعمل تشلاسكي فاكتورايزيشن كويس للماتريكس دي، ان هي تبقى مور افيشنت ان انا اعمل ايه دايركت كمان سبارس تشلاسكي فاكتورايزيشن. ماشي. في بقى يعني ايه، في فيرجنز من تشلاسكي فاكتورايزيشن لما يكون في الماتريكس فيها سبارسيتي يعني بطريقه مور افيشنت. في هنا في سوفت ويرز يعني او ريدي ميد فانكشنز بتعمل الشاسك، ما هتلاقيها في ايه في الماتلاب اللي ايه يعني سي اتش او ال حاجه كده يعني مش فاكرها بالظبط يعني. اوكي. تدي له الماتريكس يجيب لك الايه ال وال، ادي لك ال بس، فانت عارف ال هتجيب ال ترانسبوز يعني. هو في الايه في بشكل عام بتبقى ال في ال ستار، والال ستار دي اللي بيسميها الهرميشن ماتريكس. هرميشن اللي هي كونجكت ترانسبوز، كونجكت ترانسبوز يعني هو فيها كومبلكس انتري، اعمل كونجكت واعمل كمان ترانسبوزيشن. طيب ذن بيرفورم تريانجل سولفز، تريانجل سولفز دي اللي احنا قلناها هنا ده، ما هي تشيلسي فاكتورايزيشن بتعمل ال ال ترانسبوز اللي هي كانها ال يو، اعمل دي جبت الدلتا واي سولف في الدلتا واي، وبعدين دلتا اكس والدلتا اكس بت ايه بتحل بالطريقه بال ان انا اعوض في الايه في التو ايكويشن دول دايركتلي يعني. طيب هنا بقى في نوت ان انا ايه، ان انا قرب الاخر ممكن يكون السيستم ده يبقى ايه الكونديشند. ايه الكونديشند يعني ايه؟ يعني ايه الماتريكس تبقى، الماتريكس تبقى ايه الكونديشند؟ السنسيتيفيتي لاي تشينجز بتبقى دراماتيك يعني، بتخلي اي تغير في اي اليمنت اي فاليو من الاليمنتس يعني بخليها ايه الكونديشند يعني، تخليها ممكن تبقى سنجولر يعني. الماتريكس ايه مش سنجولر بس ايه، بس نتيجه ان انا عمال اتريت وفي عندي في ايرورز بتاكيوميليت من الايه من الايتريشنز يعني، الايرورز دي ممكن تخلي التوتال ماتريكس دي وخاصه قرب ليه بقى ليه قرب؟ طب مين يقول؟ لان لما اقرب الاكسز والاسز تبقوا صغيرين، والدي دي معتمده على الاكس والاس، وفي واحده منهم انفرس مش كده؟ ففي واحده منهم انفرس يعني واحد على رقم صغير يبقى ماشي، والتانية فيها فالحكاية دي تعمل ايه؟ تعمل مشاكل. امتى؟ قرب الاخر. ما هو في الاخر انا ايه، ما هو انت هتلاقي ان هو بيهت على طول، هتشوف دلوقتي. ماشي. طيب برضو في حاجة اسمها شور كومبلمنت، حد سمع عنها قبل كده؟ الشور كومبلمنت ده بيظهر امتى؟ لما يكون عندي بلوك ماتريسيز، بلوك ماتريسيز وعايز اعمل كأني بعمل رو اوبريشن كويس للبلوك ماتريسيز عشان اوصلها للايدنتيتي كويس. فالتعامل مع البلوك ماتريسيز في الشكل ده بيطلع ايه، بيطلع للماتريكس دي. خلي بالك الماتريكس دي موجوده فين؟ لو انا كتبت السيستم ماتريكس بتاع ده كانها اكس انفرس اس اي ترانسبوز اي زيرو، صح ولا؟ فدي لو عايز احلها بالجاوس اليمينيشن كنت هعمل ايه؟ هقول ان انا عايز اصفر دي، صح كده؟ اجيب هنا زيرو، فما اجيب هنا زيرو فتبقى دي يعني قربت ان اوصل لايدنتي يعني الابروتش ده. منه بيطلع بقى ما يسمى الايه، دي الماتريكس اللي انا كنت بتكلم عنها اللي هي ايه دي يعني. ماشي. فالشور كومبلمنت بتاع دي هو الماتريكس اللي طلعت لي دي، ليها بقى شويه ثيوريتيكال امبليكيشنز يعني وكده، ممكن تقرا فيها شويه شور كومبلمنت دي هتلاقيها لطيفه يعني. انفرس للماتريكس اللي فيها بلوكس، مش ستريت فورورد، انا بعمل فيها الكلام اللي انا بقوله ده، فيها بقى موضوع شور كومبلمنت ده. انا عايز ايه؟ عايز اخلي دي ايدنتيتي، وعايز اخلي دي زيرو بلوك، ودي ايدنتيتي ودي زيرو ودي ايدنتيتي. فانا بضرب في ايه عشان
يعني لما اضرب ايه اضرب دي في ايه علشان اجمعها بحيث تديني هنا زيرو. ممكن نبدل الروز وخلاص. نعم مينفعش نبدل الروز وخلاص. لا احنا نبدل الروز نبدل السيستم كله يعني. لا ما هياش ستريت فورورد. في البلوك ماتريسز لازم تبقى يعني تبقى يعني اوير شويه. مينفعش يعني اقول في كده لا ما ينفعش. خلي بالك بقى في اولا دايمنشناليتي يعني دي ايه دول ان باي ان بس دي ترانسبوز ان باي ام فالنمبر اوف روز زي النمبر اوف روز بس النمبر اوف كولونز ام كويس هنا دي عكسها خلي بالك فانت يعني مش ستريت فورورد لو هم كلهم سكويرز ماشي دي ممكن تبقى سبيشال كيس بس لا هنا علشان الدايمنشناليتيز بتاعت الماتريسيز المختلفه فبيدخل بقى فيها حاجات بقى فيها اناليسز البارتيشننج ده لوحده قصه يعني فبقروا فيها بشور كومل من دي. طيب ايه المهروترا بقى الالجوريزم اللي انت هتامبلمنت الاولاني ده اللي هو الباس فولوينج ده. طب ناخد الالجوريزم وبعد ناخد بريك قبل الاكزام زي انا ما فاضلش وقت ما فاضلش كتير انا هوريك شويه اوتبوت يعني ماشي. فانا عندي انيشال الانيشال بوينت دي ليها هيوريستيك بكرر مره تانية علشان ايه انا الناس بتروح يعني بتعمل امبلمنتيشن وروح حاطط دول باي حاجه وما يضرب ما يوصلش في هيوريستيك ليها موجوده في الكتاب في صفحه اقول لك عليها فين الصفحه يعني اللي هو اختار ازاي الاكس واي اس كويس. طيب احل الاول البريدكتور بريدكتور بالافاين سكيلنج اطلع دلتا اكس دلتا واي دلتا اس واجيب الالفا ديوال والفا برايمال للافاين ايه للافاين سكيلنج ستيب او البريدكتور ستيب واحسب لها الميو كمان كويس طيب واحسب السيجما بالهيريستيك ده وبعدين الكوريكتور واجيب له الالفا برايمال والديوال برضو الستبس دي اللي هي في السلايدز اللي قبل كده يعني شوف ماشي وبعدين اجيب الاكس كي بلس 1 بلس اكس كي الالفا الاخرانيه دي هي التوتال ماشي الفا برايمال والالفا ديوال اللي هي جات لي من هنا لان كاني بحل السيستم الاجريجيتد فاكرين يعني حليت الافاين طلعت الدلتا اكس والدلتا واي حطيتها في السيستم كابيتال اكس كابيتال اس ماينس دلتا اكس دلتا واي بلس سيجما في ميو وبحل السيستم ده والالفا والالفا برايمال والالفا دول هطلعهم كويس ويبقى ده الحل بتاع كله بقى ما اضطرش بقى اجيب كوريكتور واجمع الكوريكتور على الباب. لا هي بتطلع مره واحده من الاجريجيتد ايه من الاجريجيتد سيستم ده اوكي بس فعايزين تاخدوا بريك ماشي هو هنا هو اكزامبل كويس هنحله انا مش هحله معاكم انا هقول لك الاوتبوت بتاع الامبلمنتيشن بتاع التو الجوريزمز اللي فاتوا دول شكله عامل ازاي في المساله دي. فاللي احنا هنقوله دلوقتي هو امبلمنتيشن للتو الجوريزمز او الالجوريزمز بتاعه الانتيريور بوينت ميثودز ذات انكلودز مهروترا والسنترال باث كويس. فانت اللي هيبقى مطلوب منك انك انت تامبلمنت الحاجات دي كويس وتحل الاكزامبلز دي تاني وحاجات تانية واكزامبلز تانية ماشي. الشركسي فاكتورايزيشن انت ممكن تستخدم الحاجات اللي اوريدي موجوده في ال وبعدين انا بقول لك انا زي ما قلت كده من شويه ان ايه ان الشركسي فاكتورايزيشن دي هتبقى اهميتها امتى لما يكون السيستم بتاعي كبير فانا مش هتحس بيها قوي في الايه في البروبلمز اللي هي سهله دي يعني احنا بس ايه جايبين حاجات بسيطه هنا عشان نعرف نرسم الفيزيبل ريجون ونشوف الحركه بتاعت الاتريتس وبيكونفرج ازاي وكده يعني. طيب فدي فيري سمبل اكزامبل يعني ماشي عندي كونسترينت واحد مع طبعا النون نيجاتيفيتي كونسترينتس مش كده فشكلها عامل ازاي اكس 1 اكس 2 ما عنديش غير كونسترينت واحد عند 6 و6 مش كده وده الريجن بتاعي اللي هو التريانجل ده كويس والاوبجكتيف فانكشن كونتورز هو ايه لو انت واخد بالك هو واخدها ايه واخدها بارل ده بس راح محركها كده سنه شويه 1.1 ماشي فبقى شكلها عامل كده كويس وبالتالي تبقى الماكسيمم فين النقطه دي ماشي
انت حتى ممكن باي انسبكشن كده يعني هو ده الفيزيبل ريجن. فيا اما دي يا دي يا دي مش كده 0 و 0 هتبقى 0 دي 6 و 0 فهتبقى 6.6 مش كده دي هتبقى 0 6 هتبقى 6 بس فهتبقى 6.6 هي ماشي ده كده. فعايزين بقى نشوف الالجوريزمز هتيفولف ازاي. اولا عايزين نطلع ايه؟ نطلع الاكس والاس والاي والسي والبي عشان دول اللي انا هشتغل بيهم مش كده. مع الحاجات دي كلها فيها ايه؟ فيها ايه ترانز اي وايه ترانسبوز ماشي وفي حاجات ماينس بي وفي حاجات ماينس سي مش كده تمام. طيب فانا هيبقى ايه الشكل عندي؟ اول حاجه لازم اعمل ايه؟ لا قبل كده نعم ستاندرد فورم لازم احطها في الستاندرد فورم. لما احطها في الستاندرد فورم فالماكسمايزيشن بقت مينيمايزيشن بقت نيجاتيف 1.1 للاخر. هنا زودت سلاك فاريبل اكس 3 ماشي. السلاك فاريبل ده ملوش علاقه بالاس ليه؟ لان انا لسه في البرايمال انا لسه في البرايمال صح كده؟ طيب فهيبقى ايه؟ تعالوا كده نكتب الحاجات اللي عندي. الاكس كفيكتور هتبقى ايه؟ هتبقى اكس 1 اكس 2 اكس 3 الاوريجينال هم 1 و 2 دول المهمين. طيب الدايمنشن بتاع الاس هو نفس الدايمنشن بتاع الاكس صح ولا لا؟ فهتبقى اس 1 اس 2 اس 3 كويس. الاي ماتريكس ايه هتبقى ايه؟ دي الكوفيشن ماتريكس. فيها ايه الكوفيشن ماتريكس دي؟ اكتب ايه يعني؟ 1 1 1 بس بعد كده. البي السي الاول السي تبقى ايه؟ لا السي سي ترانسبوز اكس سي ترانسبوز اكس اللي هم دول صح؟ هتبقى نيجاتيف 1.1 بعدين 1.0 وبعدين ايه؟ 0 مش كده؟ البي هي السته اللي انت بتقول عليها دي اه دي نيجاتيف اه والبي بسته مش كده؟ الواي الدايمنشن بتاعها زي الدايمنشن بتاع مين؟ لا الواي لا الواي نعم واحدة بس صح واي ليه؟ لان هي فاكر بي ترانسبوز واي بتاعت الديول فالبي ستة اه فهي زي البي صح كده؟ طيب فانت محتاج ايه الاول؟ تنشيلايز مين المهمين؟ دول مش كده؟ علشان الكومبلمنتاريتي كونديشن. ايه كومبلمنتاريتي كونديشن؟ اللي هي اكس اف اس اكس اف اس اكس اف اس. لما اجي ارسم لو انا عايز ارسم عشان اشوف الوضع عامل ازاي ايه اهم حاجه هنا في ال... يعني عايز ارسم ارسم اه اكس 1 واكس 2 او اكس 1 اس 1 واكس 2 فاكر لما رسمت اكس 1 اس 1 فيرسس اكس 2 اس 2 عشان اشوف التاو فاكرين؟ مش لازم اكس 3 يعني ممكن ترسم اكس 3 اس 3 بس هي ملهاش فيزيكال مينينج. يعني الفيزيكال مينينج مرتبط بمين؟ بالاكسز تمام كده. طيب يبقى انا محتاج ان انيشلايز الاكس والاس عشان اخلي الالجوريزم يرن كويس. والحاجات دي جيفن والواي طبعا ماشي الحاجات دي جيفن بس الواي مش مهمه قوي. ليه الواي مش مهمه؟ لانها انريستريكتد انريستريكتد يعني احطها بنقص واحد. حتى انا فاكر انا حطيتها بنيجاتيف 1 بدايه يعني ما تفرقش قوي يعني ماشي. انما هم دول لازم ابتديهم ايه؟ بوزيتيف ماشي. ودول جيفن دول اللي طالعين من البروبلم من الاناليسيس بتاع البروبلم. يعني ما هحط بقى الحاجات دي انيشال فاليوز ورن ماشي. هرن ايه بقى؟ مره السنترال باث السنترال باث اللي فيها التاو فاكرين التاو؟ التاو اللي هي تبقى اكس اس اكس 1 اس 1 وبيساوي تاو اكس 2 اس 2 بيساوي تاو وهكذا ماشي. طيب فالسولوشن 6 و1 وهحط تولرنس لنفسي ان انا اوقف لما تكون البرودكت ده اقل من سيرتن فاليو او تحط الميو ممكن تحطها الميو او كده يعني. هو يبقى الفرق بس ان ده على 2 مش كده؟ ما هم او 3 يعني. فانا هحلها سنترال باث كويس. فانا هبتدي بنقطه انفيزبل 5 و6 و1 انفيزبل ليه؟ لانه لو انت بصيت على الريجن ده فين 5 و6 دي؟ خمسة هنا وستة هنا فنقطة برة خالص انفيزبل. الواحد ده اللي هو الاكس 3 هحطه بأي فاليو. ما انا ايه انا رحت للاكستريم او نقطة انفيزبل كمان
واشوف هيحصل ايه. ماشي؟ يعني ده عشان بس يبقى نقطة ازاي الالجوريزم بيفولف كوركتلي يعني. اللي هو ما انا ده مش هيوريستيك، ده انا رحت حاطه كده. بس في المسألة التانية عشان الدايمنشن بتاعها اكبر خدت الهيوريستيك ومدي نوت ليها يعني. ماشي؟ انت جرب ده وجرب الهيوريستيك، هتلاقي الهيوريستيك هيجيب لك حاجة احسن شوية. غالبا الهيوريستيك بيجيب فيزيبل بوينت يعني. مش فاكر حاجة. طيب. غالبا فيزيبل بوينت. فيزيبل بوينت يبقى انت يبقى احسن. انا ابتديت من نقطة اوحش. طيب ومبتدي الاسز حطيتهم بوانز كلهم. ما عنديش اي، في برضه هيوريستيك للاكس والاس، فانا حطيتهم بوانز. طيب. وعملت ران، خدت 28 اتريشن، حطيت السيجما والالفا بالارقام دي، حطيت الالفا بوينت 9 والسيجما بوينت 5. جرب انت تحط، جرب بقى ارقام تانية. يعني جرب دول وجرب ارقام تانية. مهم ايه؟ التاوز كويس؟ التاوز طلعت بالفاليوز دي. يعني ايه؟ خمسة، ايه الخمسة دي؟ اكس واحد، اكس اتنين، خمسة في واحد وستة في واحد والتالتة ما كتبتش التالتة لان هي ايه؟ يعني بداية، يعني ده بداية خمسة وستة وواحد المفروض. ماشي؟ هو الاكس في الاس ده التاو صح؟ وبعدين التاو بتتغير بتيفولف، جت عمل شكلها بقى عامل ايه في الاخر؟ بقوا قد بعض. يعني اقصد دول قد بعض، يعني دول كان في البدايه مش قد بعض لان واخد نقطه اي حاجه. انما الالجوريزم بييفولف بحيث ان هو ينفورس التاوز يبقوا يعني قرب الاخر يبقوا زي بعض وزي بعض وقربوا للصفر ولا لا؟ بتصغر مش كده؟ ليه؟ لان هي التاو ليها علاقه بمين؟ بسيجما ميو. فاكرين سيجما ميو؟ والميو هي الاكس ترانسبوز اس على ان اللي هو المفروض تبقى بصفر في الاخر. تمام؟ طيب الفاليوز بتاعت الاتريت 5 6 1 اللي انا ابتديت بيها وبعدين ايه بتتغير. النقط دي معناها ان هم في عشان في 28 اتريشن يعني كويس. ففي الاخر وصلت كده، ده قريب من الحل صح؟ الحل 6 و0، فدي 9.5.964 ودي 0.03. ماشي؟ الميو بقى، الميو اللي هي ايه؟ اللي هي كانت اكس ترانسبوز اس. كويس. طيب تعالوا كده نشوف اول واحده 5 في 6 و1 في 1 1 1 يبقى مجموعهم كام؟ الدوت برودكت يطلع كام؟ 12 على 3 ب 4. ماشي كده؟ دي انيشيالي. وبعدين الفاليوز دي بتيفولف، المفروض تقل مع الوقت، هي بتقل فعلا. ماشي؟ طيب ما نيجي نرسم بقى، ده الرسمه بتاعتها. ماشي؟ ده الفيزيبل ريجن. ماشي؟ ابتديت بنقطه 5 و6 صح؟ ماشي؟ فهو مشي بمجموعه من الستبس، ما دخلش في يعني ما دخلش الدايركتلي، ما دخلش مره واحده، مشي شويه قرب من الفيزيبل ريجن وبعدين دخل. لما دخل بقى بدا ايه؟ يقرب من الباوندري، البايندينج باوندري او البايندينج كونسترينت. الباين كونستنت اللي هو عليه مين؟ اللي عليه الحل. كويس. وفضل يقرب منه كويس لغايه ما وصل في الايه؟ في الاخر بسيرتن فاليو. من ضمن الحاجات اللي تترسم برضو وتبقى افكتيف يعني او تبين الايه؟ الكومبلمنتاريتي كونديشن اللي هو اكس اس فيرسس اكس اس. طبعا مفهومه ثلاثه فانت ممكن تعملها 3 دي، بس انا رسمت دول ليه؟ لان دول هم الاهم. دول اللي هم مين؟ اللي هم اللي فيهم فيزيكال دايمنشنز يعني. فهي ابتدت بفاليوز كويس، الفاليوز مش يعني ايه مش متساويه قوي، دي اقل من 4 ودي اكتر من 4، بس مع الوقت بدات تقرب من انها تبقى ايه؟ قد بعض. يعني هنا مثلا دول بقى ايه؟ قد بعض تقريبا صح؟ دي مثلا دي برضو واخد بالك وبتروح للصفر. في بعض الالجوريزم ممكن يوصل لها من بره، بس هو يعني ايه ان هو ممكن من بره، بس يعني هي فيها ايه؟ فيها ريستريكشن على ان انا الاكس والاس انا عايزهم بوزيتيف، فهم ايه في الخطوتين اللي في الاول دول الاكس والاس اللي هو يعني مش فيزيبل مش كده؟ يعني لما اجي اقرا الاس هتبقى بالنيجاتيف يعني. ماشي؟
فهو الالجوريزم دايما معتمد على ان انا في عندي كونديشن ان انا عايز اخلي الفاليو بتاعتهم بصفر. هو طبعا ثيوريتيكال كويستشن يعني ان انا ايه انا ممكن اوصل طالما انا من بره افضل من بره اوصل, بس يعني ايه ملهاش معنى قوي يعني. انا عايز عايز فيزيبل سيت عشان توصلني عشان يبقى انديكيشن في كل ديشن يعني ان انا بقرب يعني, انما هي ثيوريتيكلي ممكن. مش شرط. هو موضوع ايه, مفيش هنا في الحاجات دي مفيش عندي حاجه قاطعه. فانا مفيش حاجه هو ده السنترال. فالسنترال بياخد, انت ممكن تبقى تعملي باجنج تشوفي الفاليوز بتاعت كل واحد ماشيه ازاي, تشوفي بقى كل الفاليوز بتاعت عند كل اتريشن الفاليوز بتاعت كل حاجه, الوايز ايه والاكسز ايه والاسز ايه, هل انا لسه بره, طب بره ليه يعني, فاهمه؟ ممكن تعملي ديباجنج وتشوفي يعني تشوفي كل الفاريبلز او بارامترز بتوع الالجوريزم بت ايفولف ازاي, وممكن بقى من ساعتها تطلعي بعض الانسايتس يعني. هو اعتقد ان هو ممكن الطريقه دي ممكن يعني تشيلها من بره لو انا بديت ريليشن بوينت معينه, مش لازم تخش مثلا انا بديت الحاجه اللي تخلي اكس 1 يعني انا بغير من اكس 1 اكس 1 يبقى هما الاثنين بيساوي اكس 2 اس اكس 2 اس 2 ممكن امشي من بره وهو عامل كده يعني. هو بص, هي النقطه هنا ان ايه, انا افترضت ان الاسز هو حايل كويس, فالاسز بوزيتيف كويس, والاكس برضو ايه بوزيتيف يعني, هو عشان انا عندي كونسترينت واحد في الدنيا مش واضحه قوي يعني, عشان هو كونسترينت واحد. لا في المهروترا هو انا الالفا, بس انا حاطط ستيب سايز بنص. لا في ستيب سايز, الستيب سايز انا بتحرك من نقطه للثانيه بالستيب سايز, لازم يبقى في ستيب سايز. مش ده يعني اقصد عشان اعملها بنص يعني, لو سبتها طيب ماشي صح جرب, طيب يعني جرب ماشي صح ده يعني جاستيفيكيشن كويس. انا هحط الايه الالفا بنص, فانا لو كنت سبته ياخد الالفا بواحد كان دخل جوه, واخد بالك؟ فجربه. مش معتمد على ما عشان الانتيرير. ما هي كلمه انتيرير, وان انا بحسب نفسي بالنسبه للباوندريز انا فين منها يعني. فانت جربه يعني, اقصد ايه كل ما تجرب بديفرنت, اصل الحاجات دي بتطلع بترن بتطلع في ثانيتين يعني, المساله بسيطه يعني, فانت ممكن ايه تطلع منها بعض الايه يعني. هو ده الهدف من المساله السهله يعني, ان انا اجرب different parameters ومن الاخر اطلع بconclusion يعني. لما يعني يكون كذا تبقى كذا, لما يكون كذا تبقى كذا. دي الايه ده بنسميها ان انا برسم الايتريشن objective function versus الايتريشن. فالobjective function كويس انا بماكسمايز باي ذا واي ماشي, فانا عايز الماكسيمم. فهو ايه دي كانت كبيره وبتقل يعني, واحد يقول ان دي ممكن تبقى الماكسيمم, بس هي مشكلتها انفيزبل ماشي. هي بدات تبقى فيزبل امتى حد فاكر؟ بعد 3 اتريشن يعني, بعد الرابعه دي هي دي اللي انا ابتدي ابص عليها. فانا لو بصيت على دي 1 2 3 دي الرابعه اهي, يبقى من اول الرابعه ابتدي ابص بقى, فهي ايه بتقل بس رجعت زادت تاني, والزياده دي اكبر من اللي انا ابتديت بيها. انا لو جيت عملت زومنج على دي الرابعه دي الاتريشن الرابعه, فهي بدات تقل وبعدين بدات تزيد لغايه ما وصلت لل 6.6 اللي هي الثيريتيكال اوبتيمم اللي احنا حسبناها ماشي. طيب هنجرب بقى مهروترا بنفس السيت اب في 3 اتريشن. نعم بنروح لايه؟ ما هي بيتر بس ماشيه سلايتلي. بس هو انفيزبل
يعني النقط اللي كانت في الاول دي كانت انفيزبل، وبعدين انا عمل لها ليميتيشن بان انا حاطط الالفا بنص، فما بقوله يعني ايه، هو بيقول لي اخد الفول ستيب فانا مش عايزها، ما بقولوش خد الفول ستيب، خد نصها بس، فبيديني حاجه مش منطقيه. واخد بالك؟ طيب المهروتها بقى في 3 اتريشن ماشي، وثلاثة جاب ايه، جاب يعني 100% accuracy، يعني ايه مش 6.999 لا جابها 6 يعني ماشي. التاو التاوز بزيروز، التاو دي اللي هي اكس اس اكس اس ماشي، ودي اللي هي الميو كانت 4 بقت اقل من الواحد 1 اوردر اوف ماجنيتيود ماشي 0.7 0.07 وبعدين بوم زيرو ماشي. ده شكلها هي اول خطوه دخل جوه وصل على طول. مساله سهله بس هو في اجل كالكوليشنز كتيره اللي احنا قلناها دي، فبتخلي بيوفر في الاتريشنز يعني كويس. دي الكومبلمنتاريتي ماشيه لينير قوي يعني واضح انها لينيرتي فيها، وده دي ال دي فيرسس اتريشن يعني. لو خدنا مساله اصعب شويه دي اللي حسبت من الثانيه اللي هي الاولانيه كانت انفيزبل، الثانيه فيزبل، والثالثه والرابعه، فكاني كنت قليل وزدت فماشي ماشي مظبوط يعني تمام. طيب خدت بقى مساله اصعب شويه هنا ايه 2 دايمنشن فيها ايه فيها اكس 1 واكس 2، ولما احط كمان احطها في الستاندرد فورم هتبقى 4، يبقى الان ب 4 والان ب 2. فالاي بكام؟ 2 1 1 0 1 3 0 1. البي هتبقى ماتريكس، يبقى في 2 وايز واي 1 واي 2، عندي 4 اكسز و4 اسز اس 1 لغايه اس 4، والسي هتبقى نيجاتيف 30 نيجاتيف 20 1 0 ماشي. لو جينا رسمناها كمساله يعني هيبقى عندي 2 كونسترينز، الاولاني ده حطيت الاكس 1 بصفر تبقى الاكس 2 ب 8، حطيت الاكس 2 بصفر يبقى الاكس 1 ب 4 يبقى ده 1 دي 4، الثاني احط اكس 2 بصفر يبقى اكس 1 ب 8 يبقى بعديه كده حطيت الاكس 2 اكس 1 بصفر يبقى اكس 2 ب 8 على 3 يبقى هنا يعني كويس، يبقى الشكل اللي هو تحت ده هي هتطلع دي يعني اللي هي ايه الماكسيمم او الماكسيمم بتاع الاوريجينال بروبلم او المينيمم بتاعه الستاندرد يعني. يبقى كونتورز عامله كده يعني ماشي. انتوا بقى فكروا ترسموها بقى وترسموا حاجه يعني، انا ما رسمتهاش كده، انا رسمت من غير الباوندرز يعني، فكروا بقى ايه عايز بقى حاجات كرييتيف بقى من الايه، وده الهدف من ال ماشي. طيب فانا هنا قايل بقى انا مدي هنا هنت على الايه على هنا بقى لازم استخدم الهيوريستيك بتاع الانيشال بوينت، دي موجوده الهيوريستيك ده موجود في 410 في الكتاب يعني، انت ايه هو عامل شويه ستيبس كده هتمشي عليها وهطلع لك نقطه فيزيبل يعني نقطه فيزيبل تحل جواها تحل بيها يعني. فانا خدت تقريبا حاجه و30 تقريبا يعني، هي النقطه دي 3.2 و4 1.6 اللي هي النقطه الاوبتيمم دي كويس. طيب فدول كده الارقام دي ليها ملخبطه كده عشان الهيوريستيك، الهيوريستيك بيطلع نقطه ماشي. طيب 2 و5 و1 و7 هتلاقيها جوه هنا يعني فيزيبل بوينت يعني. التاو بقى التاو عندي 4 يعني ايه عندي اكس 1 اس 1 اكس اكس 2 اس 2 اكس 3 اس 3 اكس 4 اس 4 فعندي 4 تاوز ماشي، برضو ايه قرب الاخر سنتر نفسه يعني ماشي. في الاول كانت ملخبطه لان انا بدي نقطه مش تمام. الميوز برضو ايه بتقل بس بريت قليل ماشي. طيب فده شكل الايه ده شكل الايفولفينج بتاع السنترال باث يعني، ابتديت من النقطه دي. لو رسمت بقى الفيزيبل ريجن هتلاقي دي على على الباوند اللي هي النقطه دي كويس، وفي الثاني عامل كده يعني، او يعني في واحد كده واحد كده والتاني كده يعني غالبا دي جوه يعني عايزه تترسم بس بحيث ان ايه نشوف الحاجات دي، فهو بيروح للنقطه الحل ده بعدد كتير من الاتريشنز يعني. لا ما طلعش كده ايه ما انت ايه انت يعني هو ايه في ناس وريتني ان ايه بيلعب البارامترز فبيوصل لحل تاني
ماشي. فشوف يعني بعدين هتلاقي دي ايه، دي سنترال باث، فاللي هو معتمد اصلا على الشكل ده ان هو عايز يسنتر ال هو بيخلي كل ايه، بيخلي كل البير وايز برودكت اللي هو اكس اس ده بتقل بنفس الريت. فممكن ده ما يبقاش كويس يعني ان هو ما يقله بنفس، هو بايه، هو ما بيقله بنفس الريت، فبيحاول بيحافظ على السنتراليتي بتاعت الباث ان هو ماشي كونزرفاتيف يعني. فالكونزرفاتيف ايشوز دي ممكن ايه تعطل يعني، واخد بالك؟ انما هو بقى التاني حلها بابروتش تاني مختلف خالص. ولو هنشوف بقى مهروترا بقى برضو وسط اللي كان في دي يعني. مهروترا في كام؟ 5 ماشي، و 3.2 1.6 كلين يعني نجح. هو باي ذا واي تاني واحده كانت حلوه برضو يعني، شايف من دي لدي مش وحشه قوي يعني. يعني لما تعمل ابروكسيميشن تو ذا فيرست ديجيت يعني هتلاقيها تمشي يعني. اوكي التاوز برضو ايه صغره تقريبا 1 اوردر اوف ماجنيتود في كل ستيب، مش كده؟ 1 اوردر اوف ماجنيتود ان انا ايه الاصفار عددها بيزيد 1 في كل ستيب يعني. الميو فدي ده زي سنترال باث يعني، دي نفس النقطه اللي ابتدينا بيها بس اقرب جدا في خطوه واحده وبعدين فاين تيونينج بقى. جود لك.